اهلا بحضراتكم متابعي موقع مصراوي على وسائل التواصل الاجتماعي. احنا هنا في الحي الحكومي في العاصمه الاداريه نرصد معكم انتظام العمل في الحي الحكومي رغم ما يحدث من مشاورات جاريه على الساحه بشان تشكيل الحكومه بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومه الجديده وقبول استقالته في الحكومة القديمة. هوري حضراتكم الوزارات دلوقتي، لكن خلوني اقول لكم ان يعني من المنتظر ان يكون تشكيل الحكومة الاسبوع المقبل بحد اقصى يومي الحد او الاثنين اللي جايين. عارفين لازم يكون في جلسة في البرلمان المصري لمنح الثقة للحكومة قبل ايام من او قبل يوم من حلف اليمين. احنا انا دلوقتي كده بالظبط كده عند كده الحي الحكومي ونص الشهداء. هوري حضراتكم هنا رئاسه مجلس الوزراء اهو المصري اهو الدكتور مصطفى مدبولي. بصراحه يعني الموضوع الامر يدعو الى الفخر في هذا المكان او مجلس الوزراء المصري. هنا تجرى المشاورات بشان التعديل او التشكيل الحكومه القادم. هنا الدكتور مصطفى مدبولي يلتقي المرشحين الجدد للحكومة الجديدة وسط تكتم كبير في ظل ان الآلية اللي تم عملها او اللي كان معمول بها سابقا في التشكيلات الحكومية تغيرت. كانت الآلية من قبل ان يتم ارسال اسم او اثنين، لكن الان في مجموعة من السيفيهات على المناصب كلها بيتم دراستها، ثم بتعقد جولات مع المرشحين لقاءات، وكل مرشح بيقعد معاه بيتقال رؤيته وبيتشاف خبرته في العمل الاداري، وبيخرج من المقابله ما يعرفش كان هو اللي جاي او مش هو اللي جاي. هنا مبنى وزاره النقل اللي هو المهندس كامل الوزيري، مبنى وزاره العدل، مبنى وزاره العدل المستشار عمر مروان. حي الحكومه هنا منظم. مقرها هنا دي وزاره الزراعه واستصلاح الاراضي اهو في الحي الحكومي. الديوان العمل في دواوين عمل الوزارات منتظم، الوزراء موجودون يمارسون اعمالهم بشكل عادي في اطار ان الحكومه مكلفه بتيسير الاعمال وفق البيان الرئاسي الصادر من رئاسه الجمهوريه يوم الثلاثاء الاثنين الماضي بقبول استقاله الدكتور مصطفى مدبولي وتكليفه بتشكيل الحكومه الجديده. العمل في دولاب الحكومة يسير على قدم وساق. الوزراء موجودين بيستقبلوا النواب وبيستقبلوا الطلبات وبيسيروا الأعمال زي ما حضراتكم شايفين. دي وزارة الري والموارد المائية اللي هي مرافقة لوزارة الزراعة. وزارة الري والموارد المائية اللي هي مرافقة لوزارة الزراعة. وبعدها هنا وزارة الري ايضا وزارة الموارد المائية، هما المبنيين تبع وزارة الري. الهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء لها مقر لوحدها. كل هذا في الحي الحكومي زي ما حضراتكم شايفين. السيارات موجودة، القطار الكهربي موجود، الامور بتسير على قدم وساق. وزارة الاسكان والمرافقة لكم دي الاتوبيسات اللي بتنقل الموظفين الى العمل وسيارات الموظفين الخاصه. كل ده موجود اهوت اهو. السيارات عايز اقول لكم الاتوبيسات اللي هي بتاعه تنقل الموظفين متواجده. السيارات اهي اللي هي تنقل الموظفين متواجده امام عمل الوزارات. يبقى هنا العمل في الحي المبنى الحكومي يسير على قدم وساق في اطار ان الامور ماشيه اهو. هنوري حضراتكم اكتر. هنوري حضراتكم اكتر. دي الاتوبيسات اللي هي اتوبيس العاصمه، دي الاتوبيسات المعنيه بنقل الموظفين. الصوره جميله والامور منظمه. هنا الوزارات كلها موجودة، الوزراء موجودين بيستقبلوا. رئيس مجلس النواب كان في الجلسة اللي فاتت وفقا لنشر زميلنا نشأة علي
قال انه سيتم عرض الاسماء وزراء الحكومه الجديده على مجلس النواب خلال الاسبوع المقبل في جلسه خاصه يدعو اليها رئيس البرلمان المستشار حنيف الجبالي لجأ الى تطبيق اللائحه الداخليه في تحديد انعقاد جلسه النواب خلال اعلان ورفع الجلسه يوم الاثنين الماضي، وهو ما يشير الى احتماليه عرض جلسه خاصه بمنح الثقه. المستشار حنيف الجبالي قال عرض رفع الجلسه يوم الاثنين انه وفقا للفقره الثانيه من الماده 227 يجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وفي هذه الحالة يحدد الرئيس موعد الجلسة المقبلة الخاصة بالانعقاد. طبعا ده وفق نص الدستور والقانون اللي بينص على تشكيل عدد من الجلسات أو جلسة واحدة من أجل منح الثقة إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الجديدة اللي بيشكلها الحكومة التي يزيد عددها عن 17 وزير سيتم تغييرهم، وفي مجموعة من الوزراء المهمين والوزارات الثقيلة سيطولها التغيير، وهناك أيضا تأكيدات بأن معظم وزراء الخدمي خارج الحكومة القادمة. ما زلنا بنفرج حضراتكم على حي المال والاعمال، حي المال والاعمال والحي الحكومي اهو زي ما حضراتكم شايفين الوزراء اهو، الوزارات هي كلها موجوده. الوزارات هي موجوده، دي وزاره اقرب بس الوزاره ونقرا لحضراتكم بالاسماء. دي وزاره الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه، وقصادها وزاره ايه؟ التجارة والصناعة. لا هنا بقى في عمار كبير يا جماعة، والناس كلها موجودة والجراشات هي موجودة والأمور مختلفة، كل حاجة معمول حسابها لتوسعات 150 سنة قدام. مطاعم موجودة، الكافيهات اشتغلت، كل حاجة موجودة هنا. كل وزارة تنقل فيها ما يقرب من 500 موظف، نتكلم في 30 وزارة تنقل ما يقرب من 15000 موظف اللي عامل هنا في مبنى العاصمة الإدارية، مبنى الحي الحكومي. وإحنا هنفرجكم النهاردة على العاصمة كلها في أكتر من مكان. هنا وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأتوبيسات التي خاصة بنقل الموظفين موجودة، محطات القطار الكهربي. الوزارات تعمل باستعداد شديد، الوزراء موجودين سواء اللي هم بلغوا انهم مكملين او اللي هو بلغوا ان هم هيرحلوا، كل الوزراء موجودين بيسيروا اعمالهم في اطار الامور المعروفه بالنسبه للمصريين. في جوله داخل العاصمه.